بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاء يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ابن مريم
لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم.